وهذا سائل يقول: هل صحيح أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان يرى أن من طلب الرقية من الغير لحاجة فإنه لا يخرج من 70,000؟ لا، الشيخ يقول إذا اضطر الإنسان، إذا اضطر الإنسان إلى طلب الرقية يرتقي، أما إذا كان ما عنده ضرورة تركها أولى. نعم، ترك الاسترقاء أولى. نعم، لكن إذا اضطر إلى ذلك لا مانع أنه يطلب من يرقيه. نعم.